السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم سهام. سعيدة جدا بلقياكم من جديد حبيباتي، وأتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم دلكة مجربة، فصاحبة هذه الوصفة تقسم وتقول أن وجهها وجسمها أصبح أبيض بخمس درجات بعد استعمالها ليلة عرسها، فأبهرت زوجها بها. فهي كما قلنا دلكة مجربة ومشهورة لتبييض الجسم والمناطق الحساسة أيضا من الاستخدام الأول، فهي فعالة لتبييض الجسم خمس درجات وتوحيد لون الجسم بسرعة كبيرة. مكوناتها سهلة جدا وموجودة بكل بيت، فكل الفتيات والسيدات تحلمن بالحصول على جسم أبيض موحد اللون، وخصوصا العرائس مع اقتراب موعد الزفاف، فتبحث العرائس عن الخلطات الطبيعية التي من شأنها تبييض الجسم وتوحيد لون الجسم بسرعة بحيث تكون نتائجها مضمونة وتكون مجربة. ولهذا اليوم سأقدم لكم دلكة مجربة مشهورة لتبييض الجسم والمناطق الحساسة من الاستخدام الأول فقط. لكن قبل المرور لخلطة تبييض الجسم والوجه وأيضا المناطق الحساسة لليوم، أتمنى منكم أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو، وإذا كنتم تزورون القناة لأول مرة فأهلا وسهلا بكم معنا. يمكنكم الانضمام إلى القناة عبر الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو مع تفعيل الجرس الصغير بجانبها لكي يصلكم كل جديد من الخلطات المجربة والمضمونة. خلطة تبييض الجسم والوجه لليوم تتكون من علبة زبادي أو ياغورت طبيعي بدون سكر. سنحتاج أيضا إلى نشا الذرة أو مايزينا. سنحتاج إلى زيت جنين القمح، ماء الورد، وبيكربونات الصوديوم أو ما يعرف بصودا الخبز. في إناء كبير ومناسب سنقوم بوضع علبة الياغورت الطبيعي أو الزبادي الطبيعي الخالي من السكر. نضيف إليها ملعقتين كبيرتين من ماء الورد، ملعقتين كبيرتين أيضا من زيت جنين القمح، ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز، وأربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة أو مايزينا. نخلط كل هذه المكونات جيدا، ثم نترك خلطة تبييض الجسم وتفتيح المناطق الحساسة لتتجانس مع بعضها البعض لمدة 10 دقائق تقريبا، ثم نطبقها على الجسم بعد الاستحمام وبعد الشطفة الأخيرة، ونتركها لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نشطف الجسم والوجه بالماء الفاتر المائل إلى البرودة. فصاحبة هذه الوصفة تقسم وتقول أن جسمها أصبح أبيض بخمس درجات بعد استعمالها ليلة عرسها فقط مرة واحدة، وأنا شخصيا قمت بتجربتها أيضا ولاحظت نتيجة فورية، فهي فعالة لتبييض الجسم وتوحيد لونه بسرعة. أتمنى أن تعجبكم خطة تبييض الجسم وتبييض الوجه وتوحيد لونه بسرعة. لا تنسوا الضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا أيضا أن تتركوا لي آراءكم واقتراحاتكم حبيبتي بالتعليقات، سأكون جد سعيدة بالإجابة عن جميع تساؤلاتكم. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في خلطة قادمة بإذن الله.